بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من مبادئنا أن نغوص في عقول الأولين من العلماء المتقين والمفكرين المسلمين في رحلة نحاول فيها استكشاف كيف يفكرون. إنهم كتبوا نتاج فكرهم كنتائج توصلوا إليها، لكننا نطمع في أن نعلم كيف توصلوا إليها، الطريق الذي سلكوه، كيف فكروا. كيف فكر الأصولي، وكيف فكر الفقيه، كيف فكر المحدث، وكيف فكر المفسر، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية التي كان يتصور بها الكون. وللإجابة عن السؤال الأول، نظر كثير من الناس في الفقه الإسلامي وحاولوا أن يستخرجوا منه النظريات الضابطة، وكان المحدثون من أمثال الشيخ محمد أبو زهرة والأستاذ مصطفى الزرقة قد ساهموا كثيرا في التأمل في الفقه، ونرى في كتبهم هذا المعنى: نظرية العقد، نظرية الالتزام، نظرية التعسف في استعمال الحق، نظرية الضرورة، وهكذا. علموا مدرسة كبيرة من الفقهاء المعاصرين للبحث والغوص عن النظريات التي أتى بها الفقهاء المسلمون، وهي كثيرة، وفي كثير من الأحيان تتشابه مع الفكر العالمي، وهذا هو الذي شعر به القانوني العظيم عبد الرزاق السنهوري عندما أراد للتشريع المصري أن يجد قدما في العالم مع التشريعات الأخرى، فأخذ يقرأ أكثر من 16 تشريعا، وفي هذه التشريعات أخذ من التشريع الهندي والبلجيكي والفرنسي والأمريكي والإنجليزي وغير ذلك من التشريعات، سواء اعتمدت على القانون أو على السوابق القضائية أو غير ذلك، إنما الجميع يتوخى العدل، فكيف نصل إلى العدل؟ من خلال تفكيرنا الفقهي ومبادئنا الإسلامية. فنجد بذلك أننا استطعنا أن نضع أقدامنا على خريطة العالم الفكري. هذا كان مبتغاه، وأيده في ذلك الاتجاه الشيخ محمود شلتوت عندما قدم بحثه عن المسؤولية، وأتى بالجديد الذي لا يعرفه العالم في نظرة الفقه الإسلامي لهذا الموضوع، قدمه إلى مؤتمر لاهاي، وحينئذ اعتمدوا الفقه الإسلامي مصدرا من مصادر القانون الدولي. هذه المجهودات التي تمت كانت فيها محاولة لما نريد أن نقوله من رحلة في ذهن العالم المسلم. فإذا ما تخيلنا ذلك في علم الأصول، فإننا سنجد أنفسنا أمام الرحلة التالية: كيف فكر الأصولي حتى يأتي لنا بكتاب الرسالة من تحرير الشافعي، ونفس الكلام بصيغ مختلفة عند الغزالي، ثم عند الرازي، ثم عند الأسنوي، ثم عند، وهكذا على مر التاريخ وإلى يومنا هذا. كيف فكر؟ لماذا أثار هذه الموضوعات في هذا العلم؟
إذا غصت في علم الأصول وحاولت أن تلملم أطرافه ومسائله وهو يتكلم عن الكتاب الأول في الكتاب والكتاب الثاني في السنة والثالث في الإجماع والرابع في القياس والخامس في التعارض والترجيح وهكذا إلى أن ينتهي بكتاب الاجتهاد، إذا تأملت هذا ونحاول أن نرحل هذه الرحلة في ذهن الأصولي نجد وكأنه قد سأل نفسه أسئلة منطقية متتالية وأراد أن يضع الأدوات التي يستطيع بها أن يجيب على هذه الأسئلة. سأل نفسه أولا: أنا هنا في القرن الثاني أو الثالث الهجري بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 200 عام، وندخل فيما يزيد، الشافعي مات 204 من الهجرة، فما الحجة؟ أنا لم أتلقى الوحي عن الله، وأريد أن أعلم ما الذي يرضيه عني وما الذي يغضبه علي، وأريد أن أكون في دائرة رضاه ولا أكون في دائرة سخطه، فما الحجة التي يمكن أن أعتمد عليها في هذا المجال؟ السؤال الأول: ما الحجة؟ وأخذ يبحث فيه، وجد أن المسلمين حافظوا على الكتاب بكل الوسائل، حافظوا عليه كتابة، حافظوا عليه في شكل هذه الكتابة، حتى سميت هذه الكتابة بالخط العثماني، حافظوا على تلاوته، حافظوا عليه بصورة يستحيل معها الخطأ. وجدنا في النقل قراء 10 أسانيدهم متواترة، ووجدنا أكثر من 90 قراءة غير معتمدة لأنها لا توافق خط المصحف، أو لأنها لا توافق العربية، أو لأنها لا توافق الرواية. 90، ولكن هذه 90 في مواطن معينة. فوجد أمرا واضحا جليا أن الكتاب نقل بصورة لافتة للنظر، وبصورة موثقة، بصورة علمية. فلما وجد كذلك وهذا الكتاب دال في نفسه على صدقه، حيث إنه صيغ بصيغة وكتب بلغة ليست هي لغة البشر المعتاد، لا في عصره ولا من بعده، وكل ما تكلم عنه صدق فيه، وكل عبارة فيه فإنها توافق جميع الأسقف المعرفية وإن اختلفت. فهو معجز، معجز في صياغته، ومعجز في أسلوبه، ومعجز في ترتيبه، ومعجز في عرضه، وهو ليس خطيا، بمعنى أنه يقول مثلا أنه في سنة 1 حصل كذا، وفي سنة 2 حصل كذا، وفي سنة 20 هيحصل كذا. أبدا، ده مركب، وأن الحياة أمامه مركبة هي الأخرى وليست خطا، لأن الإنسان مع الواقع في تغير وفي جدلية مستمرة. فوافق هذا الكتاب المسطور هذا الكتاب المنظور، ووافق هما الاثنان هذا الكتاب المقدور وهو الإنسان. فكروا في
أنه ليس بعد ذلك وقيام البرهان على أن هذا كتاب الله، وقيام البرهان على أنه نقل إلينا بصورة لافتة للنظر موثقة معتمدة، أنه حجة. ثم تأملوا فيه فوجدوا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ووجدوا فيه الأمر بإطاعة الله وإطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا فيه الأمر باتباع النبي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأخذوا من هذا أن السنة حجة، فوجدوا أن السنة قد نقلت أيضا بصورة معتمدة موثوق بها لافتة للنظر، وأنها هي تحكي عن نفسها أنها حجة. والله إني لا أقول إلا حقا، أنكتب عنك في الرضا والغضب يا رسول الله؟ قال: لا أقول إلا حقا. وربنا يؤيده: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ما ينطق عن الهوى عبارة تبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عند نفسه، ولا يخطئ في التبليغ عن ربه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، إلى آخر ما هنالك من آيات: ليس لك من الأمر شيء، ما على الرسول إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أجابوا على السؤال الأول: ما الحجة؟ وجعلوا المصدر الكتابة والسنة الصحيحة. الكتاب والسنة الحجة. فسألوا أنفسهم سؤالا ثانيا: كيف وصل إلينا الكتاب والسنة؟ ولذلك تراهم يبحثون عن القراءات المتواترة والقراءات المشهورة والقراءات الشاذة، وتراهم يبحثون عن الحديث المرسل وعن مدى حجيته. والحديث المرسل في اصطلاح الأولين ما سقط من سنده راوي من أي مكان كان، وفي اصطلاح المتأخرين والمرسل منه الصحابي سقط، إذن فهو خاص بسقوط الصحابي. ولكن الأولين من علماء الحديث كانوا يطلقون المرسل على كل ما سقط من سنده ولو في أي مكان فيه أحد.